أقسام الذبح، الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قورع أو حلق قورع وصدح قيبوض أي وقيب سنتان. الأول ذبح لله، هذه أضاحي عقيقة صدقات. قيب تكوبات وإلهي درتي سوحلو قورع سيدا أضحيضا سيدا وقلشة سيدا وحيابها لبحنا أيولا صدقي سنة لبتك. الثاني من الذبح شرك أكبر وهو الذبح لغير الله محبة وتعظيما. قيب طلبات وقورع شركك أه حنوي إلهي غير كيس لو قورعه شعيل لشعيل هي غير كاس قف كاس لشعيل هي أما أحد كاس لو قورعه هي يوينين لوينين هدرتين يذبح للجن شنو قا يو قورعه يذبح لأصحاب القبور وحقو قورعه قبورها هذا هو الشرك الأكبر تاسنوا شرك قوين وين نعم. القسم الثالث من الذبح ذبح جائز، تذبح حتى تأكل، تذبح لأنك جزار تبيع اللحوم. قيب تصدحات وقورع بنان سدا إناد إناد عنتيد وقورعتيد سيدا إناد قديد وكالاتو ضدك كأي بيسيد وقورعتيد وكالات أسمى ببنانته. ذبح لله وذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر وذبح جائز والله أعلم. قورع صدحة أيو النقضي قورع إلهي تبسيد له قورعه إيا قورع إلهي غير كيس له قورعه يدو اللوينين هاي وشعلي هاي إيا قورع بنان أيو النقضي صدحة قيبض أيو قيب سماء والله أعلم.